جلسة اليوم كانت مخصصة كما تابعتم لمرافعة السيد الوكيل العام. المحكمة بدأت يعني مراقشة هذا الملف لإسناد الكلمة للسيد الوكيل العام اللي اليوم كانت المهمة ديالو هو الدفاع عن المتابعة اللي سبق في سير قضية التحقيق عن طرف حق المتهمين. أعتقد أننا تابعنا المرافعة ديالو على مدار حوالي سنتين حوالي ساعتين أعتقد ولما أقول حوالي سنتين لأنه هذا الملف كان يطبخ هذه سنتين يعني اللسان لا ينطق عن الهواء. فلذلك يعني كنا ننتظر مرافعة يعني شافية كافية يمكن أن تقنعنا بأن ما سطر في حق المتهمين صحيح، لكن للأسف سمعنا كلاما فضفاضا كلاما عاما كلاما يعني غير جديد كلاما ليس فيه من القانون شيء. تحدثنا يعني تتبعنا السيد الوكيل العام في مرافعته وانتظرنا أن يحدد الوقائع المنسوبة لكل شخص على حدة، لم يكن ذلك. تحدثنا يعني انتظرنا أن يعني يؤطر متابعة كل شخص فلم يكن ذلك. لذلك أعتقد بأنه كما أقول دائما جعجعة ليس من ورائها طحين. يعني هذا الملف اليوم كنا نعتقد بأنه يعني المرافعة التي ستكون سترهقنا في إعداد أوجه الدفاع، ولكن أعتقد بأنه الأمور عادية وتسير بشكل عادي وأن ما قيل اليوم غير جديد وأنه ما قيل اليوم لا يرقى لأن يثبت الأفعال اللي متابع بها الأشخاص اللي اليوم حضروا أمام المحكمة. بالنسبة للتجارة أنا كما قلت لكم من أول حاجة كنا كنتسناو يكونوا ضحايا ديال التجارة. شفتوا شي ضحايا في هذا الملف؟ جا شي ضحية وقال بأنه استدرجني شي واحد؟ لا. جا شي واحد وقال لك جا دخلني شي واحد بزز؟ اليوم ما نقولش سمعنا كذب، ولكن نقول سمعنا كلام غير حقيقي حتى لا أقول شيء آخر. أنا أتحدى وأقولها لا يوجد في الملف تصريح ولو شخص واحد قال بأنه تم استدراجي لهذا المصحة، بل بالعكس هذو اللي جاوا اللي سمعتهم كلهم تيقولوا مشينا للمستشفى الاول وما شدوناش، مشينا للمستشفى الثاني وما شدوناش، مشينا للمستشفى الثالث وما لقيناش البلاصه، وجينا لمصحه خاصه. والمفروض ملي كتجي لمصحه خاصه خصك تخلص. اعتقد انه باش تقول للنيابه العامه انهم كانوا خصهم يداويهم فابور وهذه مصحه خاصه، هذا كلام لا يقول به عاقل. كنا تنعتقدوا بانه يدخل لنا شي كلام معقول، اما انهم كانوا يجيو هاد الناس شدوهم وداواهم وكانوا مساكن خصهم يخلوهم يخرجوا، هذه مصحه خاصه. تنعتقد ملي كتجي لمصحه خاصه كتكون عالم بانك غادي تجي باش تخلص ماشي باش تجدي الاحسان. ولذلك اللي بغى يدخل من باب الاحسان كاين ابوابه. واعتقد انه يعني الدكتور التازي لم يثبت ان صرح اي شخص بانه لقاه ولا شافه ولا تذاكر معاه ولا طلب منه ينقص ليه وما نقصش. هذا هو اللي كاين. بخصوص كلمه الوكيل العام حول الضبط ما يتعلق بالتازي، واش ذكر شي حاجه ممكن تدينه ام انه فقط اكتفى بهذا انه مسؤول؟ انا سؤال ذكي هو انكم تتبعتمنا معنا مداخله السيد الوكيل العام من الالف الى ياء. سمعتوا كلمة حسن التازي حتى الاخر؟ قالوا انه كل راعي مسؤول عن رعيته، ولا عطر شي بغلاف شي بغلاف بغداد خاص راه كيتسال على امير المؤمنين عمر في المدينه، وانه ما دام انه هو المدير كان خصو يسيق الاخبار لهذا الشيء اللي واقع. يعني عندكم شي حجه وتدلب شي حجه بانه كان على علم؟ جاب لنا فين ساهم الدكتور حسن التازي في التجار؟ جاب لنا انه هذه الوقائع المتعلقه بالتجار يعني كانت على عين الدكتور حسن التازي؟ جا شي ضحيه وقال بانه الدكتور حسن التازي كان على عين؟ اعتقد بانه الملف اليوم تم خض الجبل فهو لدى فأرى. الجلسه غادي تكون جلسه ديال 30 واحد ان شاء الله هي الجلسه المقبله. ما اللي اليوم كان يعني الشيء الوحيد اللي عيناه هو ان النيابه العامه قالت بانه العقوبة يجب أن تناسب الأفعال المنسوبة لكل واحد على حدة. لذلك لم تطالب لا بظروف تخفيف ولا بظروف تشديد، ما التمست عقوبة مشددة، ما التمست عقوبة مخففة، ولكن قالت أنه كل فعل يجب أن يقدر بقدره والعقوبة يجب أن تتوازى الأفعال المتابعة بها كل طرف من الأطراف. أستاذ دربك نقول لك مثلا هل واش كتشوفوا هو ما كاينش قرصة أذن اللي كتقرص وشي واحد كتقرص شي واحد في ودنه إلا دار شي حاجة ما مزياناش، أما التازي اللي معروف عليه تاريخيا أنه رجل
وطني، رجل يحب بلاده، ورجل يحب ملكه، ورجل يعني يحب مواطنيه. والدليل انه يعني العمليات الجراحيه اللي قدم يعني الابناء هذا الوطن واللي كانت تتم بالمجان، فما اعتقد انه دار شي حاجه اللي تقرص على ودن. كان قرص ودن شي واحد اللي كيكون دار شي حاجه يحتاج على قريص الودن، اما التازي ما دار حتى شي حاجه ولقى راسو في السجن. هذا ماشي قريص الودنين، هذا الدخول السجن والتهديد بالسنين. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.